الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى تفسير الحشر. ووصلنا إلى الآية التاسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم القسم الثالث الذين يستحقون مال الفيء، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين وذكر الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم ذكر سبحانه وتعالى التابعين لهم بإحسان، فهؤلاء هم الذين لهم النصيب في مال الفيء. قال ابن كثير رحمه الله: هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء، وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون بإحسان، كما قال في آية براءة أي آية سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الآية. فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة، الداعون لهم في السر والعلانية.
فهؤلاء هم التابعون لهم بإحسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، أن نتبعهم بإحسان، أي نتبع آثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة، ونتولاهم، نحبهم وننصرهم كما ندعو لهم في السر والعلانية، ولا يكون في قلوبنا لأحد منهم كما قال سبحانه وتعالى غلا، أي حقدا أو حسدا، وإنما نتولاهم وندعو لهم وننصرهم. فهؤلاء هم القسم الثالث الذين لهم نصيب في مال الفيء. وكما ذكرنا، مال الفيء هو المال الذي أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن يدعون لهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقدا أو حسدا، للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا من أعظم الأدوية لعلاج الحسد، أنك تدعو لمن يقع في قلبك أنك تحسده. وكذا أيضا علاج للعداوة، فإن ألقى الشيطان في قلبك عداوة لأحد من إخوانك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأرغم الشيطان بالدعاء له، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وذكرنا قصة الأنصاري رضي الله عنه الذي كان يبيت وليس في صدره غش لأحد من المسلمين. فسلامة القلب هذه من الأعمال العظيمة التي هي من أسباب دخول الجنة، من الأعمال الصالحة، وإنها لخصلة عظيمة. وكما ذكرنا، العبد يجاهد نفسه في أن يتصف بهذه الصفة، يدعو ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل، المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم. فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل، فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل. المنزلة التي لمن جاء بعدهم هي التابعون لهم بإحسان. قال بعضهم: إن لم تستطع أن تكون مهاجريا ولم تستطع أن تكون أنصاريا فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله. وهذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة، لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم. وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في الفيء. وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في الفيء، روي ذلك عن مالك وغيره. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. هذا قاله القرطبي رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة
أن الرافضي، الرافضي عدو الصحابة، الرافضة أعداء الصحابة الذين يسبونهم ويلعنونهم ويتبرؤون منهم، يرفضونهم ويرفضون إمامة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. يقول: استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وروى ابن أبي حاتم بسند فيه ضعف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم ثم قرأت هذه الآية، ثم قرأت هذه الآية. وكذا أيضا روى أيضا ابن أبي حاتم قال إسماعيل بن علي بسنده عن عائشة قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. ورواه البغوي. وهذا قد وقع، وقد وقع كما ذكرنا من الرافضة. والعلماء قد تكلموا تفصيلا في من يسب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: من استحل سبهم فهذا قد كفر، لأن هذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، وقد فعلوا رضوان الله عليهم جميعا، كما أن القرآن قد مدحهم وأثنى عليهم. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. من سب أحدا من الصحابة لصحبته النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته للدين فلا شك في كفره، هذا يسب الصحابة لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو ولأنه نصر الدين، فلا شك في كفره. ومن سب جميعهم كفرا، لأن فيه تعريضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من جاوز ذلك إلى القول بردتهم كالرافضة، فالرافضة يعتقدون أن الصحابة قد ارتدوا عن الدين إلا نفرا يسيرا. من اعتقد ردتهم إلا نفرا قليلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا والثناء عليهم. وهذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله. من رمى عائشة بما برأها الله عز وجل منه، يعني رماها بالزنا، فقد كفر إجماعا، لأنه مكذب للقرآن. وقد نقل هذا الإجماع ابن تيمية وابن كثير وغير واحد. إن كان السب دون ذلك لا يصل إلى الكفر، ولكنه يفسق بهذا الفعل، وعلى الحاكم أن يؤدبه، أن يعزره تأديبا. وهذا أي يفسق بذلك
هذا باتفاق أهل العلم. فهذا القسم الثالث ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، أن نكون من المتبعين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان، أي نتبع آثارهم الحسنة ونتصف بأوصافهم الجميلة، وندعو لهم في السر والعلانية، ونحبهم وننصرهم ونذب عنهم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم مذكورون في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، آمنوا كما آمن الناس، والناس المقصود بهم هنا الصحابة باتفاق المفسرين، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهنا الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يؤمنوا كما آمن الصحابة رضي الله عنهم، وقال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فيجب علينا أن نؤمن كما آمن الصحابة رضي الله عنهم، وأن نتبع الدين كما اتبعوا، كما ينبغي علينا أن نذكرهم بإحسان. وما شجر بينهم فإننا نسكت عنهم ونظن بهم الخير، فلم يكونوا طالبي دنيا، وإنما وقعت بينهم الفتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: هذه دماء برأ الله أيدينا منها، فينبغي علينا أن نبرئ ألسنتنا منها. والموطن كان موطن اجتهاد، فعلي رضي الله عنه مجتهد مصيب له أجران، وعلي ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مخطئ له أجر واحد. ودليل ذلك حديث الخوارج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. إذن الموطن كان فيه اجتهاد. أولى الطائفتين بالحق هو علي رضي الله عنه، لأنه هو الذي قاتل الخوارج كما هو معلوم رضوان الله عليهم جميعا. نذكرهم بالخير، نتولاهم ونحبهم وننصرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير رضوان الله عليهم جميعا. ثم يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. ألم تر، هذا استفهام للتعجب، يعني ألا تتعجب من هؤلاء المنافقين الذين كانوا معك يا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، أمثال عبد الله بن أبي وأضرابه من المنافقين النفاق الأكبر الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم بنو النضير، يقولون لإخوانهم، فهم إخوانهم في الكفر والتكذيب، فاليهود مكذبون مغضوب عليهم، والمنافقون مكذبون، لكنهم لم يظهروا هذا بألسنتهم، والحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني أرسلوا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم
ذهب يحاربهم لأنهم نقضوا العهد وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إليهم هؤلاء المنافقون يقولون لهم اثبتوا وتحصنوا وتمنعوا فنحن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني إن أخرجكم النبي صلى الله عليه وسلم لنخرجن معكم من المدينة، يعني نحن معكم في خندق واحد. لذلك قال عز وجل لإخوانهم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يظهر ما في بواطنهم، يظهر خططهم وتكذيبهم. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم، يعني إن حدث قتال سنقوم على نصرتكم، فتمنعوا وتحصنوا وانتظروا، لا تسلموا الحصن، لا تستسلموا، وهم في ذلك كاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما وعدوهم به. إما أنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم ألا يفوا لهم به، وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوه. يقول سبحانه وتعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي المنافقون، لئن أخرجوا، أي إن أخرج هؤلاء اليهود من بني النضير لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، لو حدث قتال لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار، يعني يفرون لا يثبتون في القتال، ثم لا ينصرون. وهذه الآية دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن القرآن صادق وأنه كلام رب العالمين منزل من عنده سبحانه وتعالى، لأن الذي أخبر الله عنه وقع مطابقا للحال. فقد أخرج بنو النضير ولم يخرجوا معه، والله عز وجل يخبرنا عما لم يكن، لو كان كيف يكون، عن حال هؤلاء المنافقين. لم يقع قتال، إن وقع قتال ماذا سيكون حالهم؟ يقول عز وجل ولئن نصرهم ليولن الأدبار، يعني يفرون ثم لا ينصرون. وهذه بشارة، وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أنه إن حدث قتال فعلي هؤلاء المنافقون يفرون جبناء، لا يثبتون في مواطن القتال، وإن علموا قتالا فروا لأنهم جبناء في أنفسهم. ثم يقول عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أشد رهبة، رابعا خشية وخوفا، يعني فهؤلاء يخافون من المؤمنين أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، وكان أولى بهم أن يصدقوا في إيمانهم وأن يخافوا ربهم سبحانه وتعالى لينفعهم ذلك. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، في صدور من؟ قيل المنافقين، وقيل بني النضير، ويحتمل الاثنان، أي في صدور المنافقين وفي صدور بني النضير. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم
قوم لا يفقهون، كما قال عز وجل إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فهم لا يفقهون، لا يفقهون قدرة الله سبحانه وتعالى، ولو فقهوا ذلك ما وقعوا في النفاق. لا يقاتلونكم جميعا، لا يقاتلونكم حال كونهم جميعا، يعني لا يبرزون لقتالكم مجتمعين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني من جبنهم وهلعهم، لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة، بل إما في حصون أو من وراء جدر، وفي قراءة من وراء جدار على التوحيد، أو من وراء جدار محاصرين، فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم يعني عداوتهم بينهم شديدة، بأسهم بينهم شديد، عداوتهم بينهم شديدة. تحسبهم جميعا، يعني تحسبهم، تظنهم مجتمعين متفقين، وقلوبهم شتى، فهم مختلفون غاية الاختلاف. قال قتادة رحمه الله: أهل الباطل مختلفون في كل شيء، أهل الباطل مختلفون في كل شيء، مجتمعون في عداوة أهل الحق. إذن هم مختلفون في كل شيء فيما بينهم، لكن اجتمعت قلوبهم على شيء واحد وهو عداوة أهل الحق. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي لا يعقلون ما فيه الحظ لهم مما فيه عليهم بالبخس والنقص. وهذه أيضا من البشارة التي يبشر الله عز وجل بها عباده المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه، ونسأله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.